أعاد الاحتلال الإسرائيلي الأسيرة الفلسطينية وفاء جرار إلى مدينة جنين شمالي الضفة الغربية بعد قرابة 10 أيام من اعتقالها من منزلها في حي المراح. ولا تزال الأسيرة المحررة وفاء جرار تعاني ظروفا صحية، وتعتبر الأسيرة الفلسطينية وفاء جرار ناشطة مجتمعية ومنسقة رابطة أهالي الشهداء والأسرى في المحافظة، ومرشحة سابقة ضمن قائمة القدس موعدنا، وهي زوجة الأسير عبد الجبار جرار الذي أمضى في سجون الاحتلال 16 عاما ويقضي حكما إداريا لستة أشهر فيما فيها منذ 7 فبراير الماضي. نتعرف على أحوالها من خلال نجلها حذيفة جرار الذي ينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول. حذيفة، مرحبا بك، ويعني كل عام وأنت بخير. وفاء جرار الأسيرة المحررة ذهبت عنكم 10 أيام لتعود مبتورة القدمين وفي ظروف صحية صعبة، كيف حالها الآن؟ كل عام أنتم بخير، شكرا لكم على هذه الاستضافة الطيبة. الحمد لله رب العالمين، يعني ندعو الله أن تتحسن أحوال الوالدة بشكل أفضل خلال الأيام القادمة. حاولنا اليوم التواصل معها والتحدث إليها، ولكن للأسف ترانا ولا تستطيع التحدث حتى الآن، ما زالت في العناية المكثفة، تعاني من أثار البنج والعمليات المتكررة لتنظيف الجروح في جسدها. هي حاليا بحاجة لإجراء عملية في عمودها الفقري، وينتظر الأطباء استقرار حالتها الصحية وانخفاض الالتهاب في الدم وعودة رئتها للعمل بشكل سليم. فوصلتنا بعد الإفراج عنها برئة يسرى مقفلة بشكل نهائي وفي 11 ضلع مكسور في صدرها. وصلت بحالة صحية سيئة جدا، ما زالت حتى اليوم تقاوم وتحاول الانتصار على إصابتها وأن تعود للحياة مرة أخرى. ندعو الله أن يشافيها ويعافيها. والدتي هي العيد، هي الفرحة، يعني هي الأم، هي الأب. كما تفضلت أستاذ حياة، والدي قضى 16 عاما من عمره في سجون الاحتلال، يعني ما يقارب 20 عيد مر علينا، والوالدة كانت هي الأم والأب وكانت هي السند لنا. فغياب الوالد وغياب الوالدة يعني يشعرنا في حسرة ويضعفنا بطريقة يعني لا نستطيع التعبير عنها. هي سندنا، هي 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 الجدار الصلب الذي نسند عليه في 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 ايامنا وفي حياتنا. طيب يعني حذيفة، ليس فقط غابت والدتك لعشرة أيام فقط ثم عادت في هذه الظروف الصعبة، هي تعاني كما قلت حتى اللحظة في العناية المركزة ولا يمكنها الحديث إليكم، ولكن أنت أيضا بعيد عنها وبعيد عنهم في هذا العيد بكل تلك الظروف التي يشهدها أو تشهدها فلسطين، سواء في الضفة سواء في غزة أو في أي من المناطق، كيف تشعر تجاه ذلك؟ يعني فرحتنا في العيد منقوصة، أهلنا في غزة يقدمون الغالي والنفيس من أجل فلسطين ومن أجل نصرة القضية الفلسطينية. رغم كل المآسي ورغم كل الألم، يعني يحاولون الحياة اليوم مشاهد العيد من مدينة غزة ومشاهد الفرح بين أوجه الأطفال رغم الحزن ورغم الجراح. نعم، هناك حسرة في قلوبنا جميعا، سواء فلسطينيين كنا في فلسطين في الضفة أو في غزة أو موجودين في الخارج. العيد هذا العام ليس كأي عيد آخر، العيد هذا والعيد الماضي يعني الكثير فقد من أحبابه ومن أصدقائنا ومن من نعرفهم. يعني هذا العيد والعيد الفائت يعني كان مختلفا على كل فلسطيني وكل محب للقضية الفلسطينية. نعم، الفلسطيني قوي وأينما كان يحاول أن يعظم شعائر الله وأن يعني يطبق سنة رسول الله في التكبير والتهليل وصلاة العيد، ولكن كما قالت ضيفتك السابقة العيد له طقوس كثيرة، هذه الطقوس مفقودة، لا نستطيع أن نشعر فيها في ظل القتل والدمار والحرمان. يعني لا تستطيع أن تكوني سعيدة وأهلك غير سعيدين، ولا تستطيعين أن تزيني بيتك وتنظفي بيتك وبيوت الفلسطينيين قد دمرت وهدمت في غزة. مشاعر متضاربة جدا لدينا كفلسطينيين،
هذا العيد يعني نتمنى أن ينتهي وتنتهي معه هذه الحرب بنصر لشعبنا الفلسطيني ولقضيتنا الفلسطينية، وأن يزول هذا الاحتلال عن أرضنا، وأن يفرج الله كرب أهلنا في غزة. نعم. طيب حذيفة، مرة أخرى بما أنك تحدثت عن الطقوس، يعني بالتأكيد وجود الوالدة بينكم وحتى ولو كنت في على سفر كان لها طقوسها في هذا العيد، كان لها ما يربط بينها وبينكم. ما الذي افتقدته في هذا العيد والأسيرة المحررة وفاء جرار ترقد الآن في العناية المركزة وفي حالة صحية صعبة؟ يعني أكثر شيء نفتقد اتصالها يوم الصبح، كانت دائما تمازحنا تعالوا افطروا عندي وارجعوا، تعالوا كونوا جيراني، تعالوا كونوا بحدي، تعيد علينا منذ الصباح، تطلب منا الاستمتاع، أن نخرج ونحاول أن نفعل ما نفعله في فلسطين من زيارات ومن أشياء تشعرنا بالعيد وبهجة العيد. العيد في الغربة أصلا هو ليس عيد، العيد بين الأهل له طعم آخر، مع الأهل، مع الأبناء العموم، مع الجيران، مع مدينتي. حتى في طقوس العيد التي نقوم بها ليست كما التي نقوم فيها في الخارج، فطقوس العيد منقوصة. غياب والدتي اليوم زاد هذا النقص الموجود لدينا. حاولنا كما تحدثت في بداية المقابلة، حاولنا التحدث معها اليوم، ننظر إليها، تنظر إلينا في عينيها ولا تستطيع التحدث إلينا. نشعر في الأسى، نحاول أن نصبرها، نحاول أن نقويها. يحاول حتى المحامي الآن زيارة والدي في سجون الاحتلال. الأسر الفلسطينيين منذ 7 من أكتوبر يعانون من تضييقات كبيرة عليهم، أخبارهم مقطوعة، لا نعرف أي شيء عنهم، بصعوبة يستطيع المحامي زيارتهم. حاول المحامي فيما مضى قبل تقريبا 10 أيام زيارة الوالد ومنع الاحتلال هذه الزيارة، وفيما بعد ننتظر خلال اليومين القادمات أن يستطيع المحامي زيارة والدي في سجون الاحتلال وإبلاغه بوضع والدتي الصحي. يعني هو غائب عنها كل هذه الفترة ولا نعرف هل هو علم بإصابتها، هل هو علم بما حدث معها أو لم يعلم حتى الآن. الأسرى الفلسطينيون يعانون كما قلت من تضييقات شديدة، حتى في أيام وجودنا في السجن من باب الحديث عن الفلسطيني وتمسكه في الحياة وتمسكه في حقوقه ومحاولته أن يصنع من لا شيء أي شيء. الأسرى الفلسطينيين كانوا في السجن يصنعون الكعك ويصنعون المعمول ويعملون القهوة ويحاولون حتى داخل السجن أن يصنعوا أجواء العيد. العام الفلسطينيين في كل مكان، داخل السجون وخارج السجون، هم محرومون من أي شعائر لهذا العيد. شكرا جزيلا حذيفة جرار، نجل الأسيرة المحررة وفاء جرار، كنت معنا عبر الإنترنت من إسطنبول، لك جزيل الشكر.